الغزالات ديالي. انا قربت يا اختي قربت وزوميت الكاميرا باش نوريكم هاد السنينات ديالي صفيفرين. ها انتوما يعني صفوريه باينه وما حكاهمش. ها انتوما عندي ما نخبي عليكم، عندي ما نخبي عليكم البنات، ما نقولش لكم انا دايره كاع سمايل ولا فلاش ديال التليفون ديالي باش نوريكم. ها انتوما اهلا وسهلا ومرحبا، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. المهم اليوم جبت لكم وصفه ديال السنان. ايه ديال السنان، غادي تنقي لك سنيناتك. هاد الوصفه ما نكتبش عليكم ماشي ديالي، هاد الوصفه عطاتها ليا ماما، لقيتها كتحك سنيناتها بواحد الحاجه اللي جاتني غريبه اول مره كنعرفها. فقالت لي يا بنتي جربي جربي هاكي شويه وجربي وشوفي النتيجه قدام عينيك وبارطاجيها مع البنات صحاباتك والناس اللي كيشوفوا فيك اللي كيتفرجوا فيك وردي عليا الخبار. فما نكذبش عليكم قسما بالله، الى النتيجه كانت مرضيه بالنسبه لي انا، والنتيجه كانت واحد الفرق البنات غريب. اقسم لكم بالله الى من اول استعمال جربت هاد القضيه هذه وعطاتني نتيجه من اول استعمال، وانا غادي نعرفكم غادي تجربوها وغادي تردوا عليا الخبر، حيت حتى نتوما غادي تعطيكم نتيجه من اول استعمال وغادي تلاحظوا واحد الفرق اللي كبير، غادي تلاحظوا واحد ما يمكنش ما تلقاوش فرق وانما كاين فرق. مهم هاد الوصفه كتبيض لك السنينات ديالك وكتعالج لك اللثه، وكذلك البنات كتحيد لك الريحه من الفم، وحتى اللثه الا كانت مرهله ومجروحه وممجموعاش كتجمع لك اللثه. فإلا عندكم هاد المشاكل في السنينات ديالكم خليكم معايا في هاد الفيديو هذا باش نشوفوا المكونات ساهلين كاينين في اي دار، ونعاودوا نرجعوا باش نجربوا هاد الوصفه على سناني. انا ما غسلاش سناني حاليا، علاش؟ تعمدت ما نغسلهمش، لان الوصفه اللي هاد الوصفه هذه جربتها البارح مني عطاتها لي الام ديالي، مي دابا تعمدت ما نغسلهمش، راه صفرين ما نكذبش عليكم، يجيكم من الاخر صفيفرين صفيفرين. غنجربها قدامكم وغادي تلاحظوا الفرق. اول حاجه بعدا نشوفوا المكونات ونعاودوا نرجعوا. البنات بالنسبه لهاد الوصفه هذه غادي نحتاجوا ليها بنات ودراري واي واحد كيتابعني، هاد الوصفه راه ديالك فريمون. انا مني جربتها يعني ماشي كنت كنداومه ولا شي حاجه، اول مره كنعرفها انا، اول مره جربتها وعطاتني نتيجه وقلت والو غادي نوريها لكم، حيت زوينه بزاف بزاف وعلى ضمانتي غير جربوها، راه يعني ساهله واي حاجه من هاد المكونات راه عندكم في الدار. عندي هنايا القشور ديال البنان كما كتشوفوا، انا ديجا جابداو من الثلاجه، واخا يكحلوا ماشي مشكل، المهم تاكلي البنان وداكشي وخليه القشور، ديرهم في بلاستيكه وخليهم في الثلاجه لهاد الغرض هذا. وعندي هنا معجون الاسنان اي نوع يعني بغيتوا تستعملوه استعملوه. وعندي في الطبيصيل عندي الزعتر مطحون مع الفاخر مدقوق ومغربلين، حتى كنحصلوا على بودره بحال هكا اللي كتكون رقيقه وما كتجرحش، ضروري يتغربلو، لما تغربلوش راه غادي تجرحكم هذيك البودره. المهم كناخذوا شويه ديال يعني شوفوا نقول لكم واحد القضيه بالنسبه لهذه الوصفه هذه، ممكن انك تخلطي هذه الكميه كامله مع معجون الاسنان وديريهم في حكيك وتخبيهم، وفيما تبغي تستعملي كتكوني ديجا انتي مخبيه القشور ديال البنان في الكونجيلاتور اولا ديريها في الكونجيلاتور من الاحسن. مني تبغي تستعملي جبدي بحال هكا طريف تكوني مقطعهم طريفات صغر كاع من هكا بحال هكا تقسميهم على جوج، وتاخدي من هذاك المعجون اللي صاوبتي ديال هادشي هذا وديريه صافي وديك الساعه تحكي. فانا غادي ناخذ غير شي شويه بحال هكا وغادي ناخذ معجون الاسنان ديالي بحال هكا، سمحوا لي صافي غادي نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم. البنات بعد ما خلطت هادوك المكونات مع بعضياتهم خديت هنا طريف ديال القشورة البنان ودرت هاديك العجينه اللي صاوبت اولا هذاك المعجون اللي صاوبت بحال هكا صافي، وغادي ندوز دابا باش غادي نحك به سنيناتي قدام عينيكم وخليكم معايا. المهم الغزالات ديالي انا قربت يا اختي قربت وزوميت الكاميرا باش نوريكم هاد السنينات ديالي صفيفرين. ها انتوما يعني صفوريه باينه
وما حكاهمش. ها انتما عندي ما نخبي عليكم، عندي ما نخبي عليكم البنات، ما نقولش لكم انا راه دايره هوليود سمايل ولا. شوفوا غير من هذا الشيء البسيط غتلقاي نتيجه. المهم انا اصلا دوك هوليود سمايل ما كنحملهمش، يجيني بحال دايرين لافابو فمهم ولا دايرين شي. المهم راكم فهمتوني. المهم ها هي الوصفه، غادي نبداو بسم الله على بركه الله. كتحكي سنيناتك هكا عرفتي البنات، قسما بالله سمحوا لي، قسما بالله الا ما نكذبش عليكم، هذا هذا كيفاش كيولي اللون ديالو، كيولي كحل وفمك كيتكمش، كيتكمش فمك بحال لك درتي السواك ولا ما عرفت شنو درتي قسما بالله. وي غادي نحك، غادي نستمر في الحكان ونعاودو نتلاقاو. المهم الغزالات ديالي انا رجعت معاكم بعد ما شللت فمي، ما نكذبش عليكم النتيجه راها واضحه وباينه، وجبت كاع فلاش ديال التليفون ديالي باش نوريكم. ها نتوما يعني كاين فرق، ولاحظوا بدايه الفيديو ودابا، وغادي تلاحظوا الفرق لفرق كبير، وحتى السنينات ها نتوما ضارب فيهم الضو كما كتشوفوا، الا حتى خصها تكون بيضه ما خصهاش تكون حمراء، والفم كيتكمش وكيتجمع وكيتنقى صراحه، كيتنقى من داك الشيء الرفيع. فما نكذبش عليكم، نبغيكم نقفي هذا الشيء، نبغيكم البنات تجربوا تجربوا تجربوا. اي واحد كيشوف هذه الوصفه بغيتو يجرب ويرد عليا خبر. دابا غادي نعطيكم شي نصائح لي مهمة بزاف بزاف اللي كتعلق بالفم. شوفوا نقول لكم واحد القضيه، الفم سواء كنتي دري او لا كنتي بنت، الفم راه هو هو داك اداه التواصل اللي كنتواصلوا بها، فهمتوا؟ يعني فمك باش كتواصل مع واحد الشخص واحد اخر سواء كان دري او لا بنت، فهمتوا؟ فالفم خصو يكون اول حاجه نقي، ثاني حاجه ما تكونش الريحه، ثالث حاجه السنان. السنان كيلعبوا دور كبير في الابتسامه في الهضره في كل شيء، يعني الا كانوا سنيناتك نقيين غادي تكوني مرتاحه وتكوني اليز وتكوني كتهضري بخير، ما تبقايش هكا هي دايره يعني تتفكر يعني لا ما خصنيش نضحك، ما خصنيش ندير، ما خصنيش نقول هادي، ما خصنيش نقرب لواحد الشخص واحد اخر، فهمتوا كيفاش؟ يعني كتكوني كتهضري عادي جدا. فالسنينات ديالك حافظي عليهم سواء كنتي بنت او لا كنتي دري، حافظ على السنينات ديالك وتجنب انك تكمي الا كنتي دري. حتى البنات يعني تجنبوا التدخين، لان التدخين وتجنبوا القهوه كحله، يعني تكونوا مدمن حتى الا شربتي القهوه كحله حاول تغسل سنيناتك، حيت ملي كتبقى هذيك البقايا ديال القهوه في فمك انت ما كتشوفهاش، ولكن راه كتبقى وكدير لك واحد الطبقه صفراء عكس اتاي. اتاي عادي هذا مي القهوه، كنركز على القهوه كحله وكنركز على التدخين، هاد جوج الحوايج كيخليو السنان ديالك يصفارو ابار الماكله ابار بزاف ديال الحوايج. فحاولوا تجنبوا، انا ما كرهتكمش ونصيحه مني لكم، تجنبوا التدخين، تجنبوا التدخين، عوضوه بشي حاجه اللي مفيده لكم. وحاجه واحده اخرى شنو غادي نقول لكم، حاولوا انكم تبقاو تلتاجئوا الوصفات، وتا كاع الا ما قدرتيش تبعد على الكار وما قدرتيش تبعد على القهوه وهذا الشيء هذا اللي كيادي السنان، حاول انك تغسل سنانك وما تهملهمش. يعني شوفوا راه خذوها كقاعده، ما يمكنش انت تكون كتهضر مع واحد الشخص وانت
من يرفي وانت ما عرفتش كيفاش داير، حيت انا فمي سناني صفرين او لا فيا ريحه خايبه او لا لا ما خصنيش نضحك، ما خصنيش ندير، ما خصنيش نقرب، ما خصنيش، فهمتوا؟ حاولوا ما امكن انكم تفادوا هذه القضيه هذه ديال انكم ما تغسلوا السنينات ديالكم. غسلوا السنينات ديالكم ثلاثه ديال المرات، حتى كاع الا عكستي تغسلي ثلاثه المرات، غسل مني تبغي تنعس، ضروري 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 تغسل مني تبغي تنعس، هذه ضروري منها، لان اي فوا كتخلي الماكله في السنينات ديالك وكتنعس راه شنو كيوقع؟ كيجيك تسوس الاسنان، سنيناتك كيتحفروا، سنيناتك يعني كي لان كيكون واحد البكتيريا، واحد الفطريات صغيره اللي ما كيبانوش العين المجرده بطبيعه الحال، هما اللي كيحفروا لينا السنان ديالنا وكيديروا لينا دوك المشاكل في السنينات ديالنا، وكيجينا الكالكير وكيجيونا بزاف المشاكل، ولا حتى كتمرض كتكون جالس مع لكمه بكتي ولي الدم كيسير كتولي تتولي. كاينين الناس انا كنعرفهم اللي فريمون دايرين من هذه القضيه ديال السنان، يعني معقدين من هذه القضيه ديال السنان، فحاولوا ما امكن تغسلوا سنيناتكم وديروا هذا الشيء هذا اللي كنبارطاجي معكم او لا كتبارطاجي معكم اي وحده هنا في اليوتيوب. فاش غادي نقول لكم نتمنى ان الوصفات ديالي عجبوكم وان النصائح ديالي راه نصائح اللي مفيده، نبغيها يعني تدخلوها لراسكم وتستافدوا منها، وانا راه عزاز عليا يعني كنبارطاجي معكم داكشي اللي كندير، وهاد الوصفه بالضبط ديال الام ديالي انا براسي ما كنتش عارفها، حسبوني وحده منكم ما كنتش عارفها بصفه نهائيه، ولكن ملي جربتها لقيت نتيجه. انا دابا تنهضر معكم وفمي مكمش، وهذا هو اللي كيعجبني ان الفم يكون مجموع ولا حتى تكون مجموعه، اون فوا تلقى اللثه ديالك حمراء وكتسيل بالدم عرف عندك مشكل في سنانك، فهمتي؟ فهاد الشيء اللي كاين، وشكرا على المشاهده وشكرا على لي لايك، وما تنساونيش في الانستغرام اجيو عندي، وما تنساوش الا كنتو اول مره كتشوفوني مرحبا بكم، وكنبغيكم بزاف كيف ما كتبغيوني، وتهلاو ليا فريوسكم، سلام عليكم.